ملخص بحوث المؤتمر العلمي والوطني المشترك الأول تحت عنوان نظام الحكم وإدارة الدولة في ضوء عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر رضوان الله عليه. المؤلف مؤسسة علوم نهج البلاغة، سنة الطبع 1438 للهجرة الموافق 2016 للميلاد. يتضمن هذا الإصدار أعمال المؤتمر الأول الذي أقامته مؤسسة علوم نهج البلاغة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة بالتعاون مع مركز دراسات الكوفة التابع لرئاسة جامعة الكوفة تحت شعار عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر رضوان الله عليه، رسالة إصلاح ودستور حياة. وقد اشتمل المؤتمر على محاور بحثية تتضمن جملة من الحقول المعرفية وهي القانون والسياسة، الإدارة والاقتصاد، الاجتماع وعلم النفس، الأخلاق وحقوق الإنسان، اللغة والأدب. وقد وصل عدد البحوث المشاركة في المؤتمر 108 إلى 128 بحثا. وعرض الكتاب الأهداف التي سعى المؤتمر لتحقيقها، ومنها استلهام الفكر الاستراتيجي والعالمي في فكر أهل البيت عليهم السلام عبر قراءة تراثهم قراءة معاصرة، واستلهام النظام التقوائي الذي سنه الإمام علي عليه السلام لمن كلف بإدارة البلد وقيادته، وغيرها من الأهداف التي سعى المؤتمر لتحقيقها.